طبعا احنا ما يعنينا في طبيعه عملنا هي الادويه، واي موضوع متصل بيها بنبتدي نقول مقدمات ليه، ندخل بعد كده في الادويه واحده واحده. احنا قلنا مقدمه وقلنا خلاصه وقلنا استنتاجات على موضوع استخدام الادويه بالنسبه للسيدات الحوامل والسيدات المرضعات، وبيتكلم هنا برضو قبل ما يتكلم على الادويه المضاده للعدوى بيتكلم على ان الادويه دي بتوصل للعين ازاي. هو بيتكلم هنا وبيقول على توصيل الادويه الى العين. طيب بتوصل للعين ازاي؟ اول حاجه بيتكلم على انه يمكن تقسيم العين تقريبا لقسمين امامي وخلفي اعتمادا على جزء العين المراد علاجه. وبتتوفر حاليا عده طرق لاعطاء الدواء، وهي طرق موضعيه وجهازيه وداخل الجسم الزجاجي وحول العين. بيتم اختيار كل طريقه وفقا للمرض المراد علاجه مع الموازنه بعنايه ما بين المزايا والعيوب، موضوع الريسك بينيفيتس اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. اذا الاعطاء الموضعي وخاصه قطرات العين هو علاج فعال لامراض الجزء الامامي من العين، وانه طريق غير جراحي، ولكن مع انخفاض التوفر البيولوجي في الواقع فان تصريف الدموع والرمش وتصريف الانف الدمعي يقلل من مده التوفر البيولوجي للدواء. يعني احنا بنحس واحنا بناخد قطره او بناخد نقط في المناخير نبص نلاقيها نزلت في زورنا. هو ده اللي بيقصده ببساطه، للتغلب على عدم كفايه نفاذيه القرنيه وقصر وقت الاقامه في منطقه العين يمكن تنفيذ استراتيجيات معينه، مثل يعني هو يعني عدم وجود التوفر البيولوجي او بيكون في التفاقد وبينزل في الزور. هو بيعالج هذا الموضوع ازاي؟ بانه بيدي اعطاء متكرر بيكرر جرعات الدواء او بيدي تركيزات عاليه من الماده الفعاله. كلام الحقيقه جميل جدا هنا ومركز ورائع، والتي قد تتسبب اثار جانبيه جهازيه. يعني هو ما بيضطر يكرر الجرعه او يدي جرعات بتركيزات اعلى، ممكن نبص نلاقي ان الموضوع بيتسرب للدوره الدمويه. وفي الواقع هناك ادله كافيه على انه ما بين 34 الى 79% من الدواء المضار بيتم التخلص منه في الدوره الدمويه جهازيا بسبب تصريف القناه الانفيه الدمعيه والدرجه العاليه من الاوعيه الدمويه الملتحمه ومساحه سطحها الكبير. يعني بيبقى في مساحه سطح كبيره بالنسبه للعين، وفي نفس الوقت بيكون في اوعيه دمويه بدرجه عاليه وغنيه بالدوره الدمويه العين، علشان كده بنبص نلاقي ان بيكون في تسرب جهازي للقطرات، يعني بتتسرب للدوره الدمويه. الاعطاء الجهازي هو علاج مساعد، دي بقى طريقه ثانيه غير الاعطاء الموضعي. الاعطاء الجهازي هو علاج مساعد او خيار ثاني عندما لا يمكن تحقيق تركيز علاجي فعال للدواء من خلال الاعطاء الموضعي وحده، كما هو الحل بالنسبه لامراض الجزء الخلفي من العين. ويتوقع من اعطاء الادويه عن طريق الفم او الوريد او العضل، بمجرد وصول الدواء لمجرى الدم يمكن امتصاصه في الانسجه العينيه عبر الاوعيه الملتحمه والمشينيه وفوق الصلبه، على الرغم من ان معظم الادويه لا تعبر الحاجز الدم العيني الرئيسي. طبعا بيقدر يتفهم دكتور العيون هذه الحكايه بقى بتاعت الجزء الامامي والجزء الخلفي والحاجز المشيني. وفي الواقع بتؤدي الوصلات الضيقه الموجوده في حاجز الدم المائي وفي حاجز الدم الشبكي الى توفر حيوي للدواء اقل من 2%. ان الحقن داخل الجسم الزجاجي هو العلاج الرئيسي لامراض الجزء الخلفي من العين، بيتم حقن الدواء مباشره في الحجره الزجاجيه، على الرغم من انه طريق دوائي مستهدف للغايه، وتتمثل الميزه الرئيسيه في تحقيق تركيز فعال في الجزء الخلفي من العين وتجنب التعرض الجهازي. ومع ذلك فهو اجراء جراحي وقد يتم وصف العديد من العيوب الرئيسيه، وان كانت نادره التهاب بطن العين وانفصال الجسم الزجاجي ونزف الشبكيه والانتهاب وارتفاع ضغط العين
رسومية الشبكية وتطور اعتام عدسة العين، كل ده في العلاج الموضعي ممكن تحصل المشاكل دي. علاوة على ذلك بعد الحقن يمكن التخلص من الدواء عبر طريقتين مختلفتين، الطريق الأمامي والطريق الخلفي. فيما يتعلق بالأول، ينتشر الدواء من الحجرة الزجاجية إلى الحجرة الخلفية، ثم يدخل إلى الحجرة الأمامية. في هذه المرحلة يمكن تصفية الأدوية من خلال دوران الخلط المائي عن طريق التدفق الخارجي الإسفنجي والصلبي والمسار الخلفي، وتتخلل الأدوية شبكية العين، ثم يتم غسلها بعد ذلك. ده المسار الخلفي بعد يحصل فيه، تتخلل الأدوية شبكية العين ثم يتم غسلها بعد ذلك من مجرى الدم المشين، وبيتضمن الإعطاء حول العين. ده بقى الطريقة اللي هي بعد كده، يعني الطريقة قلنا الطريقة اللي هي القطرات وطريقة الحقن المباشر وفي الجسم الزجاجي، وبيتكلم هنا على طريقة غير دول اللي هو إعطاء حاجة اسمها حول العين. طريقة إعطاء حول العين بيفسر هنا هذا الموضوع، هي طرق إعطاء مختلفة بناء على الموقع أو اتجاه الحق، تحت الملتحمة وتحت التينون وخلف المقرب وحول المقرب. ويمكن للدواء اللي يتم إعطاءه بهذه الطريقة أن يصل إلى القطعة الخلفية من خلال ثلاث مسارات مختلفة: المسار عبر الصلبة والدورة الدموية الجهازية من خلال المشيمة، والمسار الأمامي من خلال الفيلم الدمعي والقرنية والخلط المائي والجسم الزجاجي. وتتمثل المزايا في مساحة أكبر لامتصاص الدواء ونفاذية صلبة عالية، في حين تتمثل العيوب في ضعف التوافر البيولوجي للدواء بسبب الدورة الدموية الملتحمة والليمفاوية وفرصة إصابة العين. يعني هنا بيدي فكرة ملخصة عن طريقة إعطاء الدواء أو توصيل الأدوية للعين بطرق مختلفة. ربما في حتة متخصصة شوية مش هيقدر يتفهمها كويس غير دكتور العين. يبتدي يتكلم بعد كده، كل دي مقدمات علشان أما نيجي نتكلم على الأدوية المضادة للعدوى نقدر إن احنا نتفهمها. مع السلامة.